أستاذ إيهاب، مرحبا بك. بداية، ما المعلومات المتوفرة لديك حتى الآن حول استهداف الدفاع الجوي السوري لمقاتلة على الحدود التركية، وهل تأكدت صحتها؟ بالنسبة لموضوع الطائرة الـ16 اللي سقطت اليوم فوق منطقة البسيط، طبعا الكلام كله كان نقل عن شهود عيان من أهالي المنطقة نفسهم. لحظة دخول طائرتين، دخلوا طائرتين F-16 من جهة الأراضي التركية باتجاه منطقة رأس البسيط، قامت وسائل الدفاع الجوي في المنطقة نفسها بالتصدي لها الطائرتين. الخبر المؤكد 100% أنه تم إنزال طائرة واحدة منهم ضمن المياه الإقليمية والثانية لازت بالفرار. هاي آخر المعلومات اللي حسنت أحصل عليها من أهالي المنطقة ومن شهود العيان الموجودين هناك. طبعا ما حسنت أحسن أوصل للمنطقة، الوضع شوي صعب، ما حسنت فوت لجوا، ولسبب بعض المسائل سيريانات ما هناك، فالخبر أكيد 100%. حسب يعني المعلومات التي توفرت لديك، هل سمعت يعني أخبار رسمية من مصادر رسمية سورية بالنسبة لهذا الحدث؟ يعني الأخبار اللي سمعنا هي اللي تناقلته على شبكات التواصل الاجتماعي، إنه وزارة الدفاع السورية أعلنت عن سقوط طائرة في منطقة البسيط فقط لا غير.